ما هو الإسلام؟ ونبتغون الإسلام. لأنه قد يسألك الشاعر يقول لك هل أنت مسلم؟ ما شوي نبوء بيعمق عشوي أنا. تقول أنك مسلم كاو؟ تقول نعم أنا مسلم. نبغى الجواب ولا مو أو إنه مسلم. ما هو الإسلام؟ نبغى شوي ونبتغون الإسلام. الإسلام هو أن تسلم تفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. أمو إني إن إسلام منا إمك بتي كوبو كاو إبان يسرندر منا إن أونو أونو نا با تو بغي عن سين توحيد. والمسلم لابد أن يطيع الله ولا يعصي. إن مسلم سويسيا كما هرت بالله سبحانه وتعالى إبان دي إسيا مكينا معسية فالله. يعني جاء وقت الصلاة وتقول له صلي لابد أن يصلي، ما يمكن أن يقول لا أصلي لأنه مسلم. Bena sendi matungin waktu sambahayang pagus iya melumo sambahayang kau di siya manjari umian di aku sumambahayang maita pasalan siya muslim wal muslim labud yatamayyaz an al yahud wa an al nasara wa an al kuffar iban yung muslim suway siya tugila din ha mga yahud din ha mga bisaya iban si mga kuffar naam الدين الاسلامي ثلاث درجات الدين ثلاث مراتب ثلاث درجات in اغم اسلام تو درجات naam الدرجة الأولى المرتبة الأولى الإسلام. إن بنجنان درجات أمونين إسلام. وأعلى من الإسلام الإيمان. بقوس تعسن لون تسين إسلام أمونين إيمان. نعم وأعلى من الإيمان الإحسان. إبن سين تعسن سين إيمان إني أمونين إحسان. المرتبة الأولى الإسلام أركان الإسلام خمسة. إن بنجنان درجتنا أمونين إسلام إن شئني أونشا لما ركون. نعم. والإيمان أركان ستة. إبن الإيمان أنشأ أنوم ركن. والإحسان ركن واحد والله أعلم. إبن إن إحسان دواء ركنية.